السلام عليكم وأهلا بكم في ميزان الأسرة على قناة جيل دي زاد الإلكترونية. موضوع اليوم يتعلق بالجرائم المساء بنظام الأسرة، في جرائم الإخلال بحقوق الأولاد، وأول جريمة تناولوها هي جريمة الإجهاض في القانون الجزائري. الإجهاض هو إسقاط الجنين قبل أوانه الطبيعي، والإجهاض هو إنهاء حياة إنسان ما زال لم تكتمل بعد خلقته بسبب وجوده في بطن أمه. فالإجهاض هو اعتداء خطير على حياة الإنسان أو على حياة إنسان ما زال في طور التخلق، فشخصية الإنسان تبتدئ بتمام ولادته حيا وتنتهي بوفاته، والإجهاض تتحقق معه صورة من صور الاعتداء على نظام الأسرة ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون. هل الإجهاض جريمة معاقب عليها قانونا؟ نعم، الإجهاض جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري. وما هي عقوبة الإجهاض وكيف تكون؟ المشرع الجزائري جرم الإجهاض في نص المادة 304 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه كل من أجهض أو شرع في إجهاض امرأة حامل أو مفترض حملها بأن قدم لها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال حركات أو أعمال عنف أو أي وسيلة أخرى برضاها أو بدون رضاها يعاقب بعقوبة قد تصل إلى 5 سنوات وبغرامة قد تصل إلى 100,000 دينار. هل يمكن إجهاض امرأة حامل دون ارتكاب جنحة الإجهاض؟ المشرع الجزائري أباح الإجهاض في نص المادة 72 الفقرة الأولى من قانون الصحة، وهذا إذا اقتضت الضرورة ذلك لإنقاذ حياة الأم من الخطر أو للمحافظة على توازنها الفيزيولوجي أو العقلي. كما أن نص المادة 308 من قانون العقوبات نصت على أنه لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبت ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغ السلطات الإدارية. هل هناك عقوبة خاصة للأم التي تجهض نفسها؟ نعم، هناك عقوبة خاصة للأم التي تجهض نفسها عمدا أو حاولت إجهاض نفسها أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض. موضوع الجرائم المساء بنظام الأسرة ما زال مستمر. إلى اللقاء في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.